السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق اتكلمت على جهاز كويس جدا اشتريته، والصراحة يعني فادني كتير. هو تبع شركة اسمها كيو ناب، ممكن تلاقي شركات تانية بس أنا معرفش الصراحة غير اللي أنا اشتريته. هو عبارة عن إيه؟ إن أنت بتخزن المعلومات بتاعتك على هاردين أو على 4 هاردات، بحيث إن هما بيحصل فيهم تزامن، يعني مش المعلومات اللي هنا مختلفة عن هنا، بيبقوا نفس المعلومات. فلو حصل لا قدر الله مشكلة في أي هارد، تقدر تجيب المعلومات من الهارد التاني، زائد إن أنت تقدر تدخل على الهارد ده من أي مكان في العالم. بتدخل على الموقع وتبدأ تشوف المعلومات اللي أنت عايز تنسخها من على الجهاز بتاعك. يعني ده مثلا أهو، ده الجهاز اللي أنا شاريه. في أجهزة تانية، تمام. الفكرة إن أنت تحط أكتر من جهاز في نفس الوقت، بحيث ان ممكن تبقى المعلومات هنا محطوطه هنا، ولو حصل حاجه تقدر ترجع لها على طول. طبعا ده لا غنى عنه لاي شركه. الاشخاص برضو حاجه كويسه جدا ان بقى عندهم حاجه زي كده، تمام. هل في شركات تانية؟ اكيد طبعا، بس انا ما اعرفش الصراحه. اعتقد سامسونج عامل حاجه زي كده، ممكن في شركات تانية عامله نفس الفكره، وممكن تلاقيها جنبك في المول. الميزه المعلومات بتاعتك ما بتضيعش. الميزة التانية إن أنت تقدر تحصل على المعلومات بتاعتك في أي مكان. طيب خلينا نشوف مثال. ده مثلا الهارد اللي أنا مخزنه، طبعا وصلت من خلال كابل الإنترنت وبدأت أنقل كل الداتا اللي عندي على الكمبيوتر. دلوقتي أنا داخل من الإنترنت، يعني مش موصل كابل خالص، من أي مكان في العالم أقدر أدخل وأبدأ أشوف الملف بتاعي، أقدر أنسخه، أقدر أعمله داونلود، أقدر أخد حاجة من جهاز آخر وأحطه على الأجهزة بتاعتي أو الهاردات بتاعتي. تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تنسخ وهكذا، كل اللي أنت عايز تقدر تتحكم فيه. كل المشاريع اللي أنا اشتغلت فيها زمان بحتفظ بيها ما نقدرش أقول للذكرى، لأن أنت ممكن تحتاج ملفات منها معينة، فبتبقى كويس جدا إن أنت تكون مخزن المشاريع اللي أنت اشتغلت فيها قبل كده. لأن حاجات ساعات بتوصل ل 100 جيجا. ان حد كان بيقول لي طب ما هو جوجل درايف، جوجل درايف كويس بس بتستمر كل شهر، زائد ان هو مش بالحجم. انا عندي هنا 4 تيرا، 2 تيرا ومكررين، تمام. ف2 تيرا دي حاجه كويسه جدا يعني. بس انا شايف ان دي فكره كويسه جدا، وتقدر في اي لحظه تعمل سيلكت على فولدر كامل وتقول له داونلود او شير، تشيره مع زمايلك او ديليت، او تعمل له موف كوبي وتشوف الخصائص بتاعته وتعمل له رينيم. كل الحاجات دي بتتم على الهارد الاصلي.